يا ليت أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو الرئيس في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر. وسنقوله إلى الأبد، سندين القاتل أي كان. مستبد أو غير مستبد أنا أول مستبد. من أدان داعش يا دكتور محمد، أنا في الأيام الأولى أو غير التي ظهرت فيها داعش. سؤال يا سيد مستبد أو غير مستبد بدون فلسفة جاوب. يا سيد أردوغان اختير بالانتخابات بينما الوليد الفقيه لا يختار أبدا. إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج تضيع وقت الحاكي معك، إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج بالديمقراطية معناتها عقلك مثل شعرك مش موجود. طب لا تشخصن صحراء حديث صحراء. تحدثنا عن عدم الشخصنة، تحدثنا عن عدم الشخصنة سيد سالم. كلام لا ينفي، كلام غير مفيد. أردوغان نموذج للديمقراطية بالعالم. طب خلينا نسمع العرب. الصحفيين هو الخامنائي، هو الذي نموذج الخامنائي، هو الذي نموذج الذي هو فوق الرئيس. سيد نعود إلى الموضوع، إلى نبتعد، إلى نبتعد عن الموضوع من فضلكما، من فضلكما. السؤال من جديد، أعيد السؤال. واحد عم بينظر على الناس بالاستبداد وبالحرية وطالع معه أردوغان نموذج. طيب سيد سالم اسمعني جاوب، أردوغان مستبد أو أنا من يطرح الأسئلة سيد سالم؟ أنا من يسأل، أنا من يسأل، أنت يا منظراتي جاوب. أنا من يسأل سيد سالم، أنا من يملك الحق في السؤال. سيد العربي زيتون سألت عن إمكانية تشكل أحلاف جديدة. ساعة تحكي الاستبداد عشوائي، أنا رح صدقك ولك عشوائي، أنا رح صدقك بلا فتنة. فكرتك عن جد ضد الاستبداد. هول الصحفيين الموجودين هلا بالسجون بعد أردوغان هذا منه مستبد؟ وكم في مصر؟ وكم في إيران؟ هذا بعرضك والله بتبلغ موضوعنا يا سيد سالم. لسنا بصدد الحديث عن أردوغان يا أستاذ. يا سيد سالم بتركيا جاوب بتركيا، ما تضيع يا جبان، ما تكون جبان جاوب. لا داعي للشخصنة سيد سالم، أعطيناك الوقت الكافي. سؤال، أردوغان مستبد أو لا؟ محمد مرسي مستبد أو لا؟ اشرب مي، اشرب اشرب. محمد مرسي اختاره الشعب المصري وأردوغان اختاره الشعب التركي. يا سيد لا تقاطعني، وأنا أتمنى على الصحفي أن يعرف كيف يدير هذه الحوارات. محمد مرسي أبا على محمد مرسي، أنت إخواني صغير حقير. طب خلينا سيد سالم، سيد سالم من فضلك سأضطر لإنهاء الحلقة. قول من الأول أنك إخواني. من وقتنا ضل 3 دقائق يا صحفي. ما تستحي يا سيد سالم، من فضلك قول أنت إخواني، ما تستحي. من فضلك سيد سالم، ديمقراطية وحقوق الإنسان، عرف عن نفسك أنك إخواني صغير. يا سيد صحفي، إخواني صغير تسكن في لندن العاصمة. سيد سالم سوف نضطر لإنهاء الحلقة، لا اسمع شيء. هيك عرف حالك، تملي ديمقراطية وحرية ولك بلا فتني، انا عشوائي رح صدقك. عونطجي يلا، غيرك عونطجي كشفت. اخواني قول انك اخواني حقير صغير، ما كنا كملنا الحديث معك لهون ومحترمينك. انا اشعر ان روسيا لك، انا عم فعشوائي، انا رح صدقك انك مفكر واديب وعم تحكي بالاستبداد، بحكيك بهنكتون بتحكيني باردوغان. انا سأضطر سيد سالم، سأضطر لانهاء الحلقه. سيد سالم من فضلك التزم التزم من فضلك بتوزيع الوقت. تفضل سيد العربي يتحدث عن امكانيه تشكيل جبهه دوليه موحده لمحاربه الارهاب. يا ليت السيد يناقش الأفكار ولا ينزل. أنا لولا احترام المشاهدين الكرام لا أسمعته كلمة. أفكار تاك لك إن شاء الله. أنت شافت إخواني أبداً. مجرم أنت لو ما بتشتغل. لا داعي لشخصنا سيد سالم ما بتكون على الشاشة، أنت لازم تكون بالحبس. ولك انت هذا اللي فجر حاله مثلك زميلك رفيقك اجى من تركيا. طبعا انتم ذبحتوا من الناس. انت يا مخبرات تشتغل مع الانجليز يا سيد سالم، نحن على الهواء. عامل لي عنوان انك مفكر واديب. انت واخواني مع اردوغان، يعني انت حقك فرنجان. لا موضوعنا اردوغان ولا موضوعنا السيد العربي زيتون. سيد سالم ديمقراطية يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، استحي انضب. عم تحكي بالاستبداد ولك بلا فتني، انا عشوائي رح صدقك. يا صحفي يا ليت تخرج هذا الكلام. طلعت مخبر صغير عند الاخوان المسلمين. تفضل سيد زيتون. انا تفضل في دقائق قليله يتمتع بسوء ادب هذا المتحدث. سأضطر لانهاء الحلقه. طلعت كثير تافه. انا عليك عن نفسك ثاني مره. كان عليك ان توقف. محمد عليك ان توقف. سوف اضطر لايقاف. تقول لي استبداد، عرف عن نفسك صح. انت عند اردوغان بالمشروع الاخواني، ما تستحي عادي. اردوغان اختاره الشعب التركي ومرسي اختاره الشعب المصري. عرف عن نفسك تاني مره، اخواني اردوغاني حقير، هيك لازم تعرف عن نفسك. انتم بلاء هذا العالم، وانتم اللي عم تفجروا باوروبا، انتم فتحتوا مرسين لكي ينتقل اليها الارهابيين. هذا اردوغان هو هتلر هذا الزمن،
وهذا العصر. أنت لك عين عم تحكي بالاستبداد. نعم أنا في قلب محورنا. إذن سوف أضطر أعتذر للمشاهدين الكرام، سوف أضطر لإنهاء هذه الحلقة، لكن قبل ذلك أذكر بنتائج مشاركاتكم على تويتر. إذن مشاهدينا الكرام، نتائج مشاركتكم على تويتر 72% لضيفنا من بيروت و 28% من لضيفنا من لندن. بإمكانكم الاستمرار في التصويت أيضا. بإمكانكم يا ليت أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو الرئيس في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر. الآن ميلاد الأفكار، الأفكار سوف تنزل إلى المستويات التطبيقية تنتج مشاريع، المشاريع سوف تنتج سلطة، السلطة سوف تنتج قوة، القوة سوف تنتج سلطة، السلطة سوف ينتج نموذج حكم. وأضيف إلى الإخوة على ما قالوه من مسلسلات وكرتون وبرامج تنموية، علينا أن نفكر في حلول تدير هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الدولة القومية، مرحلة سقوط الأنظمة. علينا أن نقيم برامج تؤهل الشعوب للمقاومة والجهاد، علينا أن نرسم برامج تدريبية كيف تجد الشعوب، كيف تقود المجتمع نفسه بنفسه، وتجد الشعوب لوحدها بدائل عن الطاقة وعن الغذاء وعن السلاح. لابد أن ندخل في مرحلة مواجهة شاملة، لكن بنظرة أيضا شاملة. والجزائر، الجزائري دائما عندما يولد يسمع من أبويه وشيوخه أن للجزائري وطنان، وطن يولد فيه، وطن ووطن يدعو الله أن يقتل فيه، وهو فلسطين. أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو الرئيس في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر.